تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إذا بشعرنا الخالدة الله الوطن الملك هو أول موعد أبد إلا أن تجمعنا فيه جمعية تحمل من اسمها الخير الكثير والحظ الوفير لما لها من مساء وغايات خيرة ومرام في خدمة المجتمع والأسر المحتاجة. منكم في النسخة الأولى من الحفل الخيري الكبير حديث الروح باسمي جمعية ذات الخير ورحب بكم في هذه الحفلة الاستثنائية المميز باش نحتفلوا بأربع سنوات لتأسيس جمعية باقي الخير. منذ التأسيس وهي تسعى للقيام به، يعني هذه غادي تكون النسخة الخامسة وستكون بحلة جديدة إن شاء الله، وكنتمنى أن يروق لكم وفرجة ممتعة وشكرا لكم. والشركاء ديالنا كما كتشوفوا 90% ديال الشركات اللي كاين في هاد الشجره هما اعضاء الجمعيه، كنشكرهم بزاف هما السبب النجاح ديال هاد الجمعيه. جمعيه تشتغل بجد وتفاني، تواصل فتنسيق بين الاخوان. وفاء لأحد أبناء طنجة البررة، لابن هذا الوطن الذي خلدنا قبل أيام ذكرى رحيله. مرحبا الوالدي، الله يستقبلنا الجميع. نحن مزيانين الحمد لله وباقي في الجولة ديالنا. عمركم السلام واحد الصيفة عجيبة غريبة والله. أحبه الصغار قبل الكبار، كان صديقا لليتامى وأبا لهم، عرفه المعوزون والفقراء، كان لا يحب الظهور، شخص كرس حياته لقضاء حوائج الناس. بغيتكم تبقوا تصفيق وفاء وإكرام لشريد الواجب الإحساني أنس، هذه السيدة الصبورة والزوجة الرائعة والأم الحنون التي كانت نعم السند ونعم الزوجة ونعم الشريكة لشهيد الواجب الإحسان أنس بالطيب. يا جمهور هذه الرحمات، اختارت جمعية باقي الخير أن تكرم روح فقيد، وشكرا لأنس لحظات التكريم وعرفان وقدم من جمعية باقي الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للحضور الكريم وشكرا لجمعية باقي الخير على هذه الالتفاتة هذه، وشكرا للرئيسة والعضو الشرفي كذلك سليمان وجميع الأعضاء جمعية باقي الخير، شكرا لكم كاملين لكم، شكرا وصراحة الله يرحمك. الله يرحمك أخي أنس، شكرا. Oh,
السلام عليكم. نعيمة الورطاسي، رئيسة جمعية باقي الخير. كانت أمسية رائعة، زعما فوق التصور. الحمد لله كان الإقبال كبير، والفرق المجموعات كاملين اللي كانت حاضرة معنا زعما أدت بواحد الطريقة روحانية، والناس كاملين بقوا الدليل أن الناس كاملين بقوا معنا حتى الأخر. الحمد لله هذا أول تجربة لنا، وإن شاء الله ما غتكونش آخر تجربة. نكرروا التجربة، لأنها الحمد لله ربما تاخذوا ارتسامات بعد الحاضرين، وغيقولوا لكم نفس الشيء بأن الأجواء كانت أكثر من رائعة. وشكرا لكل اللي ساهم معنا في هذا العمل الخيري، اللي المداخل ديالو غادي تمشي الإفطار الصائم في رمضان إن شاء الله، التي تقدمها جمعية باقي الخير منذ خمس نسخات، دابا هذه النسخة الخامسة إن شاء الله. وشكرا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.